احد الممثلين طلبه جامعه القاضي عياد باسفي شعبه الكيمياء. المشكل احنا اليوم جينا محتجين هنايا قدام العماده هنايا بسبب انه لي نوت ديالنا ما توصلناش بهم ديال النورمال، لانه مع العلم ان احنا دوزنا في 21 شوتنبير حد الان باقي ما توصلنا لا بين النقاط لا حتى حاجه في السيت، مع العلم اللي في ليال الاخرين ولا الشعب الاخرين توصلوا بلي نوت ديالهم. ملي جينا حنا كنسولوا في الاول، جينا حنايا قبل في تقريبا في ديبي ديال في الاول ديال شهر 10 كنسولوا على لي نوت، جينا حنايا ثلاثه مع ثلاثه باش ما ندخلوش ان تجمع ديال بزاف الناس وداكشي. جينا حنا ثلاثه ممثلين ديال الطلبه كنهضروا مع نائب ديال العميده كيقول لك انه غتوصل في النقاط من اقرب الاجال، عطانا واحد لاضات وما وفاش بها. ملي بقينا كنجيو حنا كل سيمانه كل اسبوع كنجيو هاد كل اسبوع، جينا شي اربعه اسابيع دابا كنجيو حنا ممثلين ديال الطلبه ثلاثه تفادي باش ما نكونش بالنسبه لهاد الجائحه وداكشي. لكن اليوم جمعنا حنايا كاملين الطلبه، جينا كاملين دايرين مظاهره هنايا قدام في العماده، على حساب انه ملي كتجي كتسول كيقول لك المشكل عندكم في الطبي، حنا ما كنعرفوش حنا المشاكل بين الاساتذه وهذاك. بالنسبه ثاني العميده كانت قالت لنا ما يمكنش تدوز حتى طراباج بالنسبه لشي فيليار الا ما دازت لي فيليار كاملين. حنا اليوم تفاجئوا انه كتافيشي لي غاتخباج بالنسبه للشعاب الاخرين، حنا ما كنتوصلوا لا طراباج لا حتى حاجه، ما كتوصلش حتى بلي نوت لبعض الموديل الاساسيين. بالنسبه لحنايا مشات لنا لي ماستر، انه اغلبيه لي ماستر سدوا ما بقاش عندنا الحق نسجلوا فيهم. بالنسبه للكونكور ديال التعليم حتى هو انه خرج الاعلان ديالو بالنسبه ديال الوزاره، وان احنا باقي ما توصلناش بالاجازه ديالنا. بالنسبه للتعليم كيطلبوا لك ان لاضات ديال ليسونس، حنا باقي ما عرفناش هذا المشكل، مع احنا ما عرفنا واش فاليدين واش عندنا ليسونس ما عندناش، ومع العلم حنا الاداره ما غاتدير معنا حتى حل. مستقبل الدراسي صدعنا بسبب العماده، بسبب العماده هي اللي بالنسبه للاداره ما كاينش واحد الاورغانيزاسيون بين الاداره والعماده. حنا ما غير حنا ما عندناش علاقه بالعماده، حنا عندنا علاقه بالاداره. الاداره حنا الاول جينا عند الاداره ما جيناش عند الاساتذه، حنا عندنا علاقه بالاداره هي تحل لنا المشكل ديالنا. بالنسبه للطراباج حنا خاصنا ندوزو في اقرب وقت للطراباج، خاصنا ندوزو حنايا انه واحد كيبريباري 4 سنين ولا 5 سنين كيقرا هنايا مضارب في الاخر ما يديش اتيستاسيون ديالو ولا ما ياخذش الحق ديالو. هادشي حنايا فاش ضرنا، واليوم حنايا بغينا حل ان شاء الله، ونتمنوا يكون حل جذري ويكون عندنا حل هذا المشكل. حنا راسلنا نائب العامده والعامده، والعامده هاد الصباح نيت هضرنا معاها قالت لنا لا غنديروا اجتماع، غنديروا اجتماع الكليه، ولكن ديجا داروا حنا جينا الاسبوع اللي فات بالاثنين قالوا لنا غيكون عندنا اجتماع طارئ، ودارت اجتماع وما خرجت لنا حتى حاجه. واليوم دارت لنا ثاني نص الهضره ان قال لك عندنا اجتماع اليوم وتسناو حنا غيكون سوليسي، وحنا ما لقيناش شفنا والو. بالنسبه العامده وفي الاخر قالت لنا تحملوا المسؤوليه ديالكم، في الاخر ثاني عاد كتصيفط لنا شي واحدين انه كيزرعوا الفتنه فيناتنا وكيبداو يدفعوا فينا بحال سيكيورتي، بحال واحد عدي واحد الفيديو انه كيعاير الطلبه وكيضارب معاهم باش تخلق الفتنه بيناتنا وتصدع المكان. حنايا عاد فينا لا فوت ولا فوت منهم هما. المشكل اللي عندنا هو اننا دوزنا النورمالات كاملين وباقي ما افيشوش لينا، ومع العلم اننا عندنا راتراباج نهار 22 واليوم 19 في الشهر، وحنا باقي ما عرفناش ريوسنا واش غندوزو راتراباج ولا لا. وهادشي كامل المشكل ديالو انه قال لك باقا واحد البورسونتاج ديال تي بي ما داش اللي هو 20%، وحنا الاداره وحنا الاساتذه ديالنا في ديبارتمون الشيمي عطاو لي نوت كاملين، حنا عارفين الاساتذه عطاو لي نوت. من جينا العماده حتى حد ما بيتسوق للدراري الطلبه كاملين، حتى حد ما بيتسوق لهم وحتى حد ما بيقول لهم شنو كاين. حنا بغينا نعرفوا المشكل فين، حتى اس في تي دوزو ما دوزوش تي بي وافيشوش لهم، مع هذا العلم مع العلم ان اس ام سي ما افيشوش لهم. هاد الهضره ما كايناش، هاد الهضره ما كايناش، الا كانت شي حاجه تكون من الناس المسؤولين الكبار. اما حنا الدراري كاملين مشتركين كي كتشوف دابا الدريات والدراري واقفين، يعني جميع الطلبه عندهم مطلب واحد هو انه يتلقى حل، سواء الاي سي سواء السنه الثالثه ولا السنه الثانيه. حيت دابا حنا عندنا مشكل بالنسبه، حنا السنه الثانيه عندنا مشكل في ثلاثه ديال لي موديل، ما بغاوش افيشيو لينا لا نوت ديالهم. ملي دابا حنا كنمشيو للديبارتمون عند الاساتذه كيقول لنا حنا النقاط عاطينهم للعماده. دابا ملي نزلت عندنا عامده دوينا معاها قالت لنا حنا لي نوط عندنا، ولكن بقى واحد لاكاز اللي فيها بورسونتاج ديال التي بي. حنا التي بي ما دوزناش بسبب الجائحه ديال كورونا، ما دوزناش التي بي، ولكن كاينه لا نوط ديال ليكزامان محطوطه،
ولكن ما عرفناش شنو الحل اللي بيديروا معانا، واش بيحسبوا لينا يحيدوا يلغيو هذاك التي بي النقطه ديالو، ولا بيحسبوا لينا النقطه ديالو، يعني حتى حد ما بغى يدير معانا شي حل. كيقولوا لينا السيمانه اللي فاتت كان اجتماع، صبرنا قلنا الاجتماع نشوف شنو يكون فيه، ما خرجوا حتى شي قرار. اليوم عاوتاني في العشيه كان قال لنا يكون اجتماع في العشيه، ما عرفناش واش من بعده يكون عاوتاني شي قرار لا يتخاذ ولا لا. هو هذا هو المشكل اللي عندنا حنا في السنه الثالثه والسنه الثانيه، هو المشكل اللي عندنا.